طبعا انتم مرحبا بكم قناة زيرتيوب، وانا بالمناسبة وهذا قناعتي منذ مدة لاحظت في هذه القناة قناة ناجحة، قناة عندها احترافية وموضوعية، قناة لا تلتجئ الى بعض الاساليب نتاع الابتزاز او اساليب اخرى. رأيي في الخط الاول للدفاع عن الجزائر ضد كل الهجمات التي تحاول النيل من مؤسسة البلاد واقتصادياتها وقدرتها. طاقم الله يبارك شاب نشط، راهي عندها النسبة الأولى في عدد المشاهدين في المقروئية المتابعين كأول قناة إلكترونية في الجزائر. أنا بصراحة سعيد جدا ليس فقط باللقاء هذا، لكن قبل ما تجو لاحظت هذه القناة من خلال طاقم النشط الشاب اللي فيها، من خلال نوعية المواضيع اللي تثيرها، من خلال الاحترافية نتاعها في الرد على هذه الهجمات. لأن الآن سلاح الإعلام لا يختلف عن سلاح الجوي أو البحري أو البري، هو سلاح فتاك يجب الانتباه له والاعتماد عليه. والحمد لله في الجزائر هنا هناك قدرة مادية أو بشرية، وهذا هو الأساس. كي لاحظوا بأن القنوات اللي فتحت في التسعينات أو في سنة 2000 الأجنبية العربية موجودين فيها الجزائريين في الصف الأول كخبرات كبيرة. لذلك أنا نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والمزيد من التقدم إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.